مرحبا واهلا وسهلا فيكم بقناة شيرنا. اليوم هنعمل وصفة معجنات كتير سهلة وشكلها كتير حلو مثل ما نكون شايفين على شكل ورد كبيرة. طريقتها بسيطة وبتعطيني نتيجة وطعمة كتير طيبة. أكيد المكون الأساسي هو الطحين. أنا عم بستخدم هون 6 كبايات من الطحين. إذا بتكون كمية أقل بتعملوا 3 كبايات من الطحين بكون مقدار 1. بننخل الطحين كتير منيح وبضيف عليهم السكر. أنا حطيت 3 معالق من السكر. إذا بدكم تعملوا عيار 1 بتحطوا 1.5 لملعقتين. وبنرجع بنحط لكل 3 كبايات من الطحين 1 ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية. فأنا هون حطيت 2 كبار من الخميرة الفورية. وبدي حط الملح 1 ملعقة كبيرة من الملح. لكل 3 كبايات بنحط له 1 ملعقة صغيرة، بس مثل ما قلت لكم أنا عم بعملها مع مقدارين حطيت 1 ملعقة كبيرة. هاي هي المكونات الجافة. المكونات السائلة هي الزيت واللبن الزبادي والحليب، وكلياتهم لازم يكونوا بحرارة الغرفة. حطيت مقادير الجافة بوعاء العجن. أنا عم بعجنهم على العجانة. هضيف عليهم 1/2 كباية لبن زبادي بحرارة الغرفة ونص كباية زيت وكوبين حليب بحرارة الغرفة. إذا عم تستخدموا معيار 1 بتحطوا 1/4 كباية حليب، 1/4 كباية من اللبن الزبادي وكباية من الحليب، وبتعجنوا على العجانة لا تحصلوا على عجينة طرية بهذا الشكل، أو بتعجنوا على إيدكم تقريبا 1/4 ساعة لنحصل على عجينة طرية. ما بنحط عليها طحين كتير حتى ما تصير معنا إياها قاسية. وهلأ برجع بلفها بنايلون وبخليها ترتاح من 1 ساعة لساعتين لتتخمر كتير منيح. أنا هون استخدمت طريقة أني عجنت العجينة بالليل، كنت بدي ساوي الصبح، فأنا لسهل علي مقادير العجينة كلها وعجنتها بالليل ولفيتها بطبقتين من النايلون. لفيتها كتير منيح حتى ما يفت لها هواء وحطيتها بالبراد طول الليل لتاني يوم. هيدي الطريقة كتير منيحة. إذا أنتوا بتتلبكوا بالعجين فيكن تعملوا هيدي الطريقة بالليل والصبح بتلاقوها عندكن جاهزة، هيك بتلاقوها أسهل لإلكن. حتى فيكن كمان تسكروا العجينة وتحطوها بالفريزر وترجعوا تطلعوها إمتى ما بدكن، بترجعوا بس لما تفك عن بعضها تشتغلوا فيها وتفردوها تطلع عندها النتيجة كمان كأنها طازة. هلا هون بعد ما تخمرت عندي العجينة 2 ساعة بالبراد قبل ما نام رجعت لفيتها. شوفوا كيف كبرت معي وتخمرت، فرجعت لفيتها بنايلون تاني وغطيتها من كل الميلات لأن بدي خليها طول الليل فحتى ما تنتزع عندي، فلازم غطيها كتير منيح وقطع عنا الهواء. والصبح إن شاء الله برجع بساوي وصفتي. فأنا مقصد أن عملت هيدي الخطوات كلها لفرجيكم أنه هيدي الطريقة بتزبط والنتيجة كمان بتكون روعة. أما إذا بتحبوا تعجنوا تعجنوا بنفس اليوم، فممكن أكيد تعجنوا وتتركوها تتخمر 2 ساعة. شوفوا هلأ تاني يوم الصبح فكيت عنا النايلون وهلأ هاشتغل فيها مباشرة لأنها حاطتها أنا بالبراد ما حاطتها بالفريزر، فبعدها عندي طرية. شوفوا كيف بعدها طرية مثل ما عجنتها بالليل. وهلأ برجع بقطعها وببلش شكل فيها الطبخة أو المعجنات الشكل يلي بديه. أنا عم أعمل هون الشكل الوردي يلي هي الوردة الكبيرة يلي هي بتكون محشية بالشوكولا. وهون أنا عندي العجينة كبيرة مثل ما قلت لكم عاملة 6 كبايات من الطحين، لأن كنت ناوي أعمل كمان بجانب معجنات وردة الشوكولا كنت ناوي أعمل المنقوشة اللي هي نزلت الفيديو من قبل، المنقوشة المحشية جبنة وهي على وجه زعتر. فهون عم قطع العجين كرات وبرجع بغطيهم حتى ما ينشفوا وبرجع بشتغل باللي بدي ساويه. أول شي عم ساوي أول طبقة من الوردة الشوكولا، بفردها بالحجم يلي بدي إياه، والأفضل أنه تكون شوي كبيرة لتعطيني الشكل يلي شفتوه بأول الفيديو. بفردها بشكل لو ما طلعت معكم متساوية. هلأ بنرجع نحنا من قصتها بنحط عليها صينية أو حتى صحن وحتى نساوي الدوائر بشكل متساوية.
هلا الأفضل إنكم تنقلوا أول طبقة لما تفردوها دغري على الصينية حتى ما تتلبكوا بحملين لما تخلص، وبفرد على أول طبقة كمية منيحة من الشوكولا أي نوع عندكم. أنا عم حط هون النوتيلا، بحط النوتيلا أو الشوكولا على كل الدوائر، وبرجع بفرد طبقة تانية من العجينة بنفس الطريقة وبحطها على طبقة الشوكولا. برجع بحط طبقة تانية من الشوكولا على الطبقة التانية من العجين، ورجعت فردت الطبقة التالتة أو كرة تالتة من العجين، وهي هتكون الطبقة الأخيرة. هاكتفي بهيدي الثلاث طبقات، وبرجع بظبط الدوائر كتير منيح قبل ما أرجع أحط عليها صينية أو صحن وأقصها حتى تعطيني شكل الدائرة المزبوط. هيدي العجين اللي عم يطلع عندي الزوايد اكيد ما بكبون، برجع بعملهم بشكل طابي وخليهم يرتاحوا وبرجع بشكل فيهم. اذا فيهم شوية شوكولا برجع بحشيهم طابت بالشوكولا مثلا. وهلا بعد ما قصيتها وصارت عندي شكل الدائرة، هلا لأعطيها شكل الوردة هجيب كباية او كاس صغيرة دائرة، وببلش بالسكينة أو بقطعة البيتزا وبعمل مثلثات بهيدا الشكل، وكل مثلث قطعته برجع بقطعه مرة تانية. وبدنا ننتبه إنه نحن عم نقطع لازم تكون التقطيع عندي إياها كاملة حتى لما أجي أبرمها ما تضلها معلقة العجينة ببعضها. فإذا ما تقطعت معكم بقطعة البيتزا رجعوا علموها بالسكينة. فشوفوا شو عملت هون، رجعت برمت بالعكس كل قطعة ورجعت جمعت كل اتنين مع بعض. فراقبوا شوي شو عم بعمل، عم لف كل قطعة من اللي قصيتها وبرجع بجمع كل قطعتين مع بعض، بلف كل اتنين وبرجع بجمعهم مع بعض ليعطيني شكل الوردة. لخلص كل الميلات والافضل يكونوا مزدوجين، يعني انتبهوا انتوا عم تقطعين وعملون عدد مزدوج، وبرجع بتأكد انه سكروا كتير منيح. وهيك نقلتها على ورقة زبدة وهخليها ترتاح كمان تقريبا شي نص ساعة لترجع تتحمر مرة تانية. وانتبهوا انه لازم تكون الصينية اكبر من حجم العجينة، لانه هلا لما بدها ترجع تتخمر ولما تفوت على الفرن رح تنفش معكم اكثر، فانتبهوا لهيدي النقطه ونقوا او اختاروا صينيه كبيره من الاساس مشان ما تتلبكوا وترجعوا تنقلوها على صينيه ثانيه. هلا بعد ما تخمرت نص ساعه شوفوا كيف نفشت الزياده معي. وهلا حطيت صفار بيضه مع شويه حليب وخل، وهحط لهم هيدا خليط التلميع وبدهن فيها بالريشه شوي شوي مشان ما اتخلص من الهواء يلي عبته العجينة، بس حتى تتحمر معي بالفرن. وهون بكون محمي الفرن على درجة 180 على الرف الوسط، هاتركها لتتحمر الكعب، برجع بنقلها على فوق ليتحمر معي الوجه. بكون تراقبوها هتاخد معكم تقريبا 25-30 دقيقة حسب حرارة فرنكم. العجينة هون اللي ضل معي عم سويهم كل وصفهم صغار، يعني مثل ما بدكم العجين اللي بيضل فيكم تتفننوا وتعملوا فيه الاشياء اللي بدكم اياها. وهيك طلعوا معي الكرواسون القطايت الصغار، كمان طيبين كتير وشكلهم حلو. القطعة اللي استخدمتها كمان اذا بتلاقوا منها كتير حلوة وسريعة بالتقطيع. وهيك طلعت معي الوردة الشوكولا بعد ما طلعتها من الفرن، وهلا هنقلها على صحن التقديم. بس لما تبرد يعني بتنفع اذا عندكم مناسبة، اذا عندكم جاي يكون ضيوف فيكم تتفننوا وتعملوا هيدا الشكل، بيطلع كتير حلو. بتحطوها بصحن كبير، كل واحد بياخد قطعة بهيدا الشكل بيبرمها وبتنقطع معه بكل سهولة، وطعمة الشوكولا فيها كمان مبينة بطريقة البرمة اللي نحنا سويناها. يعني كل واحد بياخد قطعة، هي بتكون كتير كافية ومشبعة وتحلية كتير طيبة. وهيك هي وصفتنا بتكون خلصت معنا لليوم، بتمنى ان تكون عجبتكم وتجربوها وتعطوني رأيكم.
ولمزيد من الوصفات والصور ما تنسوا تتابعوني على قناتي على الانستغرام باسم شيرنا، وأكيد إذا ما كنتم مشتركين هون على اليوتيوب تشتركوا وتفعلوا الجرس ليوصلكم كل جديد بنزله. وأنا بشوفكم بوصفة تانية، وصحتين وألف عافية.